الله عز وجل جعل البيت نعمة من نعمه الكبيرة. قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت نعمة، أي بيت، صغير كبير، ملك إيجار، معك مفتاح بيت تؤوي إليه، ترتاح فيه، تؤدي فرائضك فيه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يقول ابن كثير: يذكر الله تعالى عباده بتمام نعمته عليهم بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن يؤون إليها ويستترون بها وينتفعون بها من سائر الوجوه. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر يقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالبيت ستر للمرأة وصون لها وحفظ لها. ومن عقابات الله عز وجل قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، وقال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن البيت نعمة، بل هو نعمة كبيرة. إذا صلح البيت صلح المجتمع، وإذا فسد البيت فسد المجتمع. أي نظام في الأرض يدعم البيت ويدعم الأسرة ويحفظها ويصونها نظام رائع يقترب من وحي السماء. وأي نظام في الأرض يفرق أطراف البيت ويشتت جمع البيت ويفسد البيت هو نظام يقترب من نظام الشيطان. أيها الإخوة الكرام، البيت أساس المجتمع. أولاً، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت ملزم بنص هذه الآية، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أنت ملزم أن تقي نفسك وأهلك نار جهنم باجتناب المعاصي، والمعاصي لا تجتنب إلا بالتنوير والتعليم. فيجب أن يكون البيت منوراً بهدي الله عز وجل، مطبقاً لشريعة الله عز وجل، مصوناً بحفظ الله عز وجل. حديث أيها الإخوة يضع كل رب أسرة أمام مسؤوليته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذا الذي يتزوج ويأتي بزوجه وينجب منها أولاد ولا يبالي بهذا البيت، بأخلاق البيت، بانضباط البيت، بما فيه من منكرات، بما فيه من معاصي وآثام، هذا ليس أبا جديرا بالاحترام. أيها الإخوة، البيت مكان لحفظ النفس والسلامة من الشرور وكفها عن الناس، وهو الملجأ الشرعي عند الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وسعه بيته وبكى على خطيئته. ورد في بعض الآثار أن المؤمن جنته داره. لو أن المؤمن سعى جاهدا ليجعل من بيته جنة، بمعنى أقام في البيت علاقات الود، أقام في البيت علاقات الرحمة، أقام في البيت العبادات، أقام في البيت الصلوات، أقام في البيت الذكر، هذا السلوك أيها الإخوة
يجعل البيت جنة. أنا حينما أقول بيت لا أتحدث عن مساحته أبدا، ولا عن موقعه، ولا عن نوع فرشه، ولا عن تزييناته، أتحدث عن بيت يؤوي الإنسان إليه. أيها الإخوة الكرام، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وفي بعض الأحاديث خمس من فعل واحدا منهن كان على الله عونه، من هذه الخمس أو قعد في بيته، فسلم الناس منه وسلم منه الناس. أحيانا في زمن الفتنة أن تقبع في بيتك هذا حسم للشر. وقال عليه الصلاة والسلام: سلامة الرجل من الفتنة أن يلزم بيته. أيها الإخوة الكرام، محور الموضوع وسائل إصلاح البيوت. وسائل إصلاح البيوت، أول وسيلة، وقد تستغربون هذه الوسيلة، وقد لا يكون في الظاهر من علاقة بينها وبين البيت، أول وسيلة لحفظ البيت ولصلاح البيت ولتماسك البيت ولتفوق البيت، حسن اختيار الزوجة. يا رسول الله، امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني وتفرق مالي وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا أنا أربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو ينفق عليهم. هذه المرأة التي شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، بيّنت أن الزوج يكسب الرزق وأن المرأة تربي الأولاد. إذن حينما تكون على رأس البيت امرأة صالحة تعرف الله عز وجل، وتعرف خطورة دورها في الحياة، وتعرف أن أعلى شهادة تحملها أولادها، وتعلم أنها إذا أعطت المجتمع عناصر نظيفة منضبطة معطاءة كان لها عند الله أجر كبير، كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. يعني هذه التي ربت أولادها تربية إيمانية أخلاقية دينية عالية تنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة. أيها الإخوة، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. إذن الضربة الأولى لصلاح البيت حسن اختيار الزوجة. وأول عمل ينجح فيه الإنسان أن يحسن اختيار زوجته، فالزوجة الصالحة هي حسنة الدنيا. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال: المرأة الصالحة حسنة الدنيا التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك، ستيرة عفيفة تصون زوجها وتربي أولادها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ويقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وفي رواية: وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك، خير ما اختلز الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود، إني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. إذن البطولة ألا تؤخذ بجمال من دون دين، ألا تؤخذ بحسب من دون دين، ألا تؤخذ بمال من دون دين. البطولة أن ترجح دين الزوجة على كل المرغبات الأخرى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المرأة الصالحة أحد أسباب سعادة الدنيا، وجعل المرأة السوء أحد أسباب شقاء الدنيا، فإما أن تسعد بها وإما أن تشقى بها. فلذلك أيها الإخوة، في قضايا بالحياة قضايا جانبية عرضية لا تؤثر على جوهر حياتك، ولكن في الحياة أشياء مصيرية تتعلق بسعادتك أو شقائك. الآن الخاطب: أنت ولي أمر فتاة، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أيها الإخوة الكرام، الرجل الصالح مع المرأة الصالحة يبنيان بيتا صالحا، لأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. النصيحة الثانية: لو أن إنسانا لم يكن يعنى بأمر الدين، وتزوج بصفات ليست كما جاءت عند سيد المرسلين، يعني زوجته سيئة، ماذا يفعل؟ إن لم يكن اختيارك حسنا فعليك أن تصلح زوجتك. هذا يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى إحسان، يحتاج إلى أن تعلمها، أن تهذبها، أن تجلس معها وقتا طويلا، أن تلقي عليها الأحكام والمواعظ، أن تلقي عليها الحكم، أن تسمعها دروس العلم، أن تأخذ بيدها إلى الله. فلذلك قال تعالى: وأصلحنا له زوجة. وقد قال بعض المفسرين: كانت عاقرا فولدت. وقال بعض المفسرين: كان في لسانها طول فأصلحها الله عز وجل. إذن هذا الذي ييأس من صلاح زوجته لا يعرف طبيعة النفس الإنسانية. النفس الإنسانية مؤهلة كي تنصلح وكي تعود إلى جادة الصواب. أولا أيها الإخوة، اعتني بعبادة الزوجة، اعتني بصلاتها، اعتني بتلاوتها للقرآن، اعتني بأذكارها، اعتني بقيامها، اعتني بتلاوة كتاب الله عز وجل، حثها على الصدقة، احملها أن تدفع مالا من مالها الخاص تقربا إلى الله عز وجل، ادفع لها الكتب الإسلامية المفيدة كي تقرأها، اجعل البيت منتدى فكريا لا مكان طعام وشراب ونوم، أسمعها الأشرطة المفيدة العلمية والإيمانية، اختر لها صاحبات مؤمنات يرقين بها إلى سلم الإيمان، إذرء الشر عنها، سد منافذ الفساد عليها بإبعادها عن قرينات السوء وأماكن السوء. إذن إما أن تحسن اختيار الزوجة، وإما أن تصلح الزوجة السيئة. هذه أول نصيحة في صلاح البيوت. شيء آخر أيها الإخوة الكرام، اجعل البيت مكانا لذكر الله. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
يعني بيت كالميت ليس فيه ذكر الله، وبيت فيه الحياة لأن فيه ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الذكر في القلب، والذكر باللسان، والذكر بإقامة الصلوات، والذكر بتلاوة القرآن، والذكر بمذاكرة العلم الشرعي، والذكر بقراءة الكتب المفيدة. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا هذا المثل، بين بيت فيه ذكر الله وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. فكيف إذا كان في البيت مزامير الشيطان والأغنيات الماجنة والمشاهدات التي لا ترضي الله عز وجل؟ كيف إذا كان فيه الاختلاط المحرم والغيبة والنميمة وفساد ذات البين؟ نصيحة رابعة في صلاح البيوت: اجعلوا بيوتكم قبلة، والمقصود أن يتخذ البيت مكانا للعبادة. قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: أمروا أن يتخذوها مساجد. وقال بعض المفسرين: لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. إذا اجعلوا بيوتكم قبلة، أي أدوا الصلوات النافلة فيها. والسنة أن تصلي الفرائض في المسجد والسنن والنوافل في البيت، لئلا يكون البيت قبرا. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يحرصون على الصلاة في البيوت في غير الفريضة. فعن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممن شهدوا بدرا من الأنصار، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، أي ضعف بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار وسال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أن تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفعل إن شاء الله. قال عثمان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام عليه الصلاة والسلام وكبر، فقمنا فصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. رواه الإمام البخاري. يعني كان الصحابة الكرام يحبون أن يؤدوا الصلوات ولا سيما السنن والنافلة في بيوتهم لئلا تكون بيوتهم قبورا. النصيحة الخامسة لصلاح البيوت: التربية الإيمانية لأهل البيت. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. يعني كان أصحاب البيت يدعو بعضهم بعضا إلى أداء العبادات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. وترغيب النساء بالصدقة
مما يزيد في إيمانهن. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أيها الإخوة، النصيحة السادسة: الاهتمام بالأذكار الشرعية والسنن المتعلقة بالبيوت. مثلا أذكار دخول البيت. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عز وجل عند مطعمه، قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء. يعني يدخل الإنسان إلى البيت لا يسلم، يجلس إلى الطعام لا يسمي، لا يبدأ بسم الله، يقول الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء معا في هذا البيت. تلاقي نكد وخصومات وصياح وقسوة وعنف، هذا كله من فعل الشيطان. أذكار الخروج من البيت. إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، قد هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ إذا خرجت من بيتك قل: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. نصيحة سابعة: مواصلة قراءة سورة البقرة في البيت لطرد الشيطان منه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. أيها الإخوة، والنصيحة الثامنة: تعليم أهل البيت. لا بد من أن يقوم رب الأسرة إنفاذا لأمره تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الآية أصل في تعليم أهل البيت وتربيتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. بعض ما قاله المفسرون حول هذه الآية: قال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه. وقال الضحاك: حق على المسلم أن يعلم أهل بيته من قرابته وإمائه ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. وقال الإمام علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. فلا بد من تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على تعليم الإماء وهن أرقاء، فما بالك بالأولاد وهن أحرار. بعض الرجال ممن يتولون أمر بيوتهم يغفلون عن تعليم أهليهم ما ينبغي أن يعلموهم، فحينما تغفل عن تعليم أهل البيت تتفجر مشكلات لا تستطيع حلها لأنها ناتجة عن الجهل. لو تلافيت الأمر وعلمتهم قبل أن يجهلوا وعلمتهم قبل أن ينحرفوا لكان التعليم استثمارا للوقت وليس هدرا للوقت. هذا الذي يقول: ليس عندي وقت
هذا جواب غير مقبول، لأنك حينما تعلم يرتاح بالك وتقر عينك. وربنا كما قال الله عز وجل: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما معنى قرة العين؟ أن ترى الذي تحبه على طاعة الله، أن ترى الذي تحبه. وقد أودع الله في الإنسان محبة أولاده، فإن رآهم على طاعة الله قرت عينه. أيها الإخوة الكرام، النصيحة التاسعة: اجعل في البيت نواة لمكتبة إسلامية. هذا بيت لا بد من أن تكون فيه ثقافة إسلامية، لا بد من كتاب تفسير، لا بد من كتاب حديث، لا بد من كتاب سيرة، لا بد من كتاب فقه، لا بد من كتب متنوعة تختارها بعناية بالغة، تسأل أهل العلم عن أفضل كتاب في التفسير، عن أفضل كتاب في الحديث، عن أفضل كتاب في الفقه، في السيرة. تجعل هذا البيت، هذه المكتبة نواة لمطالعة أولادك ولزوجتك ولإخوانك، فهذا كله مما يعمق الثقافة الإيمانية في البيت، وبالتالي ربما حمل أفراد الأسرة على أن يتبعوا ما في هذه الكتب من توجيهات. شيء آخر أيها الإخوة، يمكن أن تعتني أيضا بمكتبة سمعية في البيت، يعني أشرطة لعلماء تثق بعلمهم وبحكمتهم وبحسن توجيههم. أما أن يكون البيت كما قلت قبلا مكان للطعام والشراب والنوم، فندق وخصومات ومشاحنات ونكد وكلام قاسي وبغضاء، هذا كله لا يرضي الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حينما يقول سيد الأنام: خير كسب الرجل ولده، يعني لك حركة في الحياة واسعة جدا، قد تصبح أكبر تاجر أو أكبر صناعي أو أكبر اقتصادي أو أكبر مدرس في الجامعة، وقد تبلغ قمم النجاح في مناحي الحياة كلها، ولكن حينما تعلم أن أفضل كسبك على الإطلاق أن يكون أولادك في أعلى مستوى إيماني وخلقي وتربوي، هذا مما يجعل الإنسان في سعادة لا توصف. وهذا معنى قرة العين التي ذكرها الله في القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن أيها الإخوة، حينما تبذل وقتا ثمينا في تربية أهل البيت وفي إصلاح شأنهم وفي تقريبهم من الله وفي إبعادهم عن مواطن الفساد، فأنت أب ناجح، وأنت أب تستحق الإكبار والتكريم. أما حينما يدع الإنسان أهله متفلتين شاردين عن طاعة الله عز وجل، فهذا إنسان لا يستحق أي احترام، لأنه كان مسؤولا. وقد ورد في بعض الآثار أن الفتاة التي انحرفت بسبب إهمال تربيتها تقول لرب العزة يوم القيامة: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه كان سببا في فسادي. فالأب حينما يهمل بيته وحينما يسمح للملهيات والمفسدات أن تدخل البيت، وحينما يسمح للجيران غير الصالحين أن يختلطوا مع أهل بيته، وحينما يسمح
لأطراف البيت بالذهاب حيث ما شاءوا دون ضبط ودون مراقبة ودون تحقيق، فهذا أب شرد هو عن الله عز وجل وشردت معه أسرته، فاستحق سوء العقاب في الدنيا والآخرة. هذا الفساد الذي ترونه في الطرقات، هؤلاء الفتيات الكاسيات العاريات أليس لهن آباء؟ أليس لهن إخوة؟ أين هم؟ كيف سمح الآباء لبناتهم بهذه المظاهر الفاضحة؟ هناك مسؤولية كبيرة تترتب على الآباء. هذا كلام موجه للآباء أولاً، وموجه لمن يعقد العزم على الزواج. أول شيء في نجاح الأسرة اختر امرأة صالحة، هذه المرأة الصالحة قوام البيت الصالح، وقوام البيت الصالح والبيت الصالح قوام المجتمع الصالح.